فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخذت عمرة في شهر رمضان وأرغب في الحج إن شاء الله هذا العام متمتعا، فهل تكفي عمرة رمضان أم لا، علما أنني لازلت في مكة شرفها الله؟ لا تكفي عمرة رمضان عن عمرة التمتع. عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج بعد رمضان، فإذا كنت تريد التمتع وأنت في مكة اخرج إلى الحل وأحرم بالعمرة ثم أد العمرة وانتظر حتى يأتي الحج وأحرم به. نعم.